في تصريح خاص لمركز الأخبار، كشف سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن عزم الوزارة إنشاء أول شارع في البحرين باستخدام مخلفات البناء يزيد طوله على 250 مترا في الاتجاهين دون الكشف عن موقعه، مشيرا إلى أن إتمام هذا المشروع قد خضع لاختبارات عدة من قبل المختصين بشؤون الطرق في الوزارة. من سياسة الوزارة وضمن الاستراتيجية لإدارة المخلفات والتي تم إقرارها من قبل اللجنة التنسيقية برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وبعد اعتماد هذه الاستراتيجية من قبل مجلس الوزراء الموقر من قبل سيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، بدأنا في تنفيذ هذه الاستراتيجية، ومن أهم أركان هذه هي إعادة التدوير والاستفادة من مخلفات البناء. الخطوة الأولى كانت في إعادة التدوير لمخلفات البناء ومعالجتها لإعادة استخدامها في بناء الطرق وأعمال الدفان، وتم التنسيق ما بين شؤون البلديات وشؤون الأشغال للتأكد من أن المواصفات لإعادة التدوير هي متطابقة مع مواصفات الطرق، وبدأنا أول مشروع لبناء أول طريق إن شاء الله. هذا يكون مشروع ريادي لإعادة الاستخدام، وهذه ضمن هذه الاستراتيجية التي أقرها مجلس الوزراء الموقر.